مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخيرات أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع حدث جديد. في هذه الحلقة نسلط الضوء على التأثيرات السلبية لحزمة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها مؤخرا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. إذن للإجابة حول السؤال، كيف ستؤثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية على حياة المواطن، يسعدني هنا في الاستديو أن أستضيف المحللين السياسيين. عن يميني الأستاذ محمد الأمين أبو زيد، المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ صلاح، ومرحبا بمشاهديك الكرام، ومرحبا بضيفك العزيز صديق الرشيد. اهلا وسهلا بك، ونحن ايضا نرحب بالاستاذ رشيد ساتي المحلل السياسي. اهلا وسهلا بك استاذ رشيد. اهلا وسهلا بك دكتور صلاح الدين، وبالضيف الكريم الاستاذ محمد اللمين، والساده المشاهدين. اهلا وسهلا بكما، ونرحب ايضا بالمشاهدين الكرام. وقبل ان نبدا مشاهدي الكرام في هذه الحلقه، نذهب الى هذا الاستطلاع الذي استقرأ اراء المواطنين فيما يتعلق برفع تعرفه الكهرباء. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونعود للحديث حول يعني رفع الدعم عن الكهرباء بشكل كامل، ونتحدث عن الكهرباء تحديدا. أستاذ محمد، السودان يمتلك العديد من الموارد التي إن فعلا تم تشغيلها لن تكفي فقط المجتمع المحلي، بل ستوصل السودان إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي والتصدير، خاصة الآن نحن يعني الدول الآن تعمل في هذا الإطار. ما الذي ينقص السودان؟ نعم، حقيقة موضوع الكهرباء، الكهرباء هي واحدة من الخدمات الأساسية التي يجب أن تقدمها الدولة وبأرخص تكلفة، إن لم نقل التكلفة الأساسية لإنتاج الكهرباء نفسه. والكهرباء في السودان تعتمد اعتماد كلي على التوليد المائي بنسبة كبيرة جدا، يعني تفوق الـ 90% من كهرباء السودان تعتمد على التوليد المائي، ومعروف عالميا أن التوليد المائي هو أرخص أنواع التوليد، وبالتالي يعني الإشكال الأساسي في الكهرباء هو يعني إشكال متعلق بالإنتاج نفسه. إنتاجية الكهرباء في السودان لا تسع أو لا تغطي احتياجات البلد المتوسعة بشكل كبير في كل عام، بالتالي الكهرباء أصلا هي يعني في نقص في الإنتاج، ده نمرة واحد. اثنين، الإنتاج على قلته، غير منتظم، الخدمة نفسها غير منتظمة للمواطن، بالرغم من أن المواطن يدفع تكلفة الكهرباء مقدما، يدفع التكلفة مقدما، يعني تدفع الفاتورة بتاعت الكهرباء أولا حتى بعد ذلك تجيك الكهرباء، وهي نفسها غير منتظمة. فالوضع الطبيعي في ظل هذه الظروف يعني، واللي أرى أن الحكومة الآن قاعدة تستخدم الكهرباء والخدمات كمصدر ومورد للإيرادات، بمعنى أنه يعني تبيع وتتاجر وتستثمر وتعتبر هذا المرفق الخدم الهام الذي يخدم قطاعات واسعة جدا في للمواطن السوداني، تستخدمه كأداة للإيراد لطبيعة الظروف التي تعيشها السلطة الآن من خلال الأزمات الاقتصادية، من خلال وقف الدعم الخارجي، من خلال عدم دعم الميزانية الذي توقف بموجب الإجراءات التي تمت في 25/10. لكن المهم يعني والذي يجب أن تعيه الدولة بشكل أساسي أن الكهرباء هي عنصر أساسي في الإنتاج في السودان، مثلها مثل الوقود. فبالتالي إذا ما تأثر المواطن في هذا الجانب أو شعر بأنه غير قادر على دفع فاتورة الكهرباء، بالتالي سينعكس هذا على تكلفة الإنتاج كليا المتعلقة بكافة السلع، لأن الكهرباء تدخل في تفاصيل كثير جدا من عناصر الإنتاج في السودان، سواء كان الإنتاج الزراعي كما نلاحظ الآن الوقفة الشعبية الكبيرة جدا في مواجهة هذه التعريفة في الشمال، لأن الشمال يعتمد على الزراعة كمورد أساسي لمواطنه، وبالتالي تدخل الكهرباء في مسألة الزراعة وتشغيل الطلبات الزراعية. وبنفس الغدر أيضا ستنعكس على مشاريع أخرى في داخل في وسط السودان، المشاريع المروية كمشروع الرهد يعتمد على الكهرباء في التوليد، مشروع السوكي يعتمد على الكهرباء في التوليد، ومشاريع عديدة جدا تعتمد على الكهرباء في التوليد. ارتفاع تكاليف التعريفة هذه سينعكس على الإنتاج، وبالتالي يصبح تكلفة الإنتاج أعلى
وإمكانية استفادة في رفع الأسعار أيضاً. نعم نعم، مما يقلل فائدة المزارع الذي يستفيد من هذه التكلفة في إنتاجه. أيضاً ستنعكس هذه التعريفة على الاستهلاك اليومي المرتبط باستهلاك الكهرباء اليومي في المنازل أو حتى في المستشفيات أو حتى في كافة المرافق، لأن كل هذه المرافق حتى المساجد تشتري الكهرباء. نعم. فبالتالي سينعكس هذا انعكاس كبير جدا على مجمل الأوضاع وعلى مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السودان. نعم. فأنا أعتقد أنه يعني الدولة التي تتجه اتجاه أساسي لدعم الخدمات وللتحول من دولة جباية إلى دولة رعاية، يجب أن تراعي خدمة أو أن تراعي على الأقل دعم الخدمات الأساسية، أو على الأقل يعني التكلفة فيها تكون تكلفة معقولة. نعم. وهذا ممكن بالاعتماد على موارد طيب كثيرة جدا. سنأتي للحديث عن هذه الموارد، ولكن نعم. دعني أضع سؤالي هنا على الأستاذ رشيد الساتي. أستاذ رشيد، تابعت معنا الاستطلاع في الميدان الذي أيضا أجرته الوكالة الرسمية، وكالة سونا الرسمية، وتحدث المواطنون، للأسف أن الكل تحدث بشكل سلبي يعني عن هذه الخطوة. كيف تقرأ أنت في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة؟ طبعا هي عندما تتحدث عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، نحن لا نرى أي إصلاحات في الراهن. يعني كانت هناك إصلاحات وكان في برنامج اقتصادي ماشي، ولكن حتى وزارة الطاقة والنفط في بيان الأخير يعني بررت هذه الزيادة في تكلفة الكهرباء وبعض المنتجات الأخرى استنادا إلى الموازنة التي صدرت من وزارة المالية في الفترة الأخيرة، والتي تم إجازتها بالمشاركة مع مجلس السيادة. وهذه الميزانية يعني أشار كثير من الخبراء الاقتصاديين، خصوصا بالنظر إلى التقديرات أو نسبة التضخم التي تم استهدافها في هذه الموازنة، والتي يعني جاءت متأخرة، حتى خرجت بعد منتصف يناير، يفترض أن تكون قبل بداية العام، لوضع خطة اقتصادية أو خطة بالنسبة لوزارة المالية وللدولة في العام. هذا التقدير والاستهداف العالي لنسبة التضخم يمكن ذكر بحوالي نسبة 202%، وهذا رقم يتكون من 3 خانات، رقم كبير. بالرغم من انه يعني الاحصاءات كانت يعني تحدثت في نوفمبر السابق عن بالنسبه للعام السابق وصلت الى 350% نسبه التضخم، وهذا يعني يعتبر رقم كبير جدا، ونتائجه تقع على كاهل المواطن. استناد وزاره النفط على هذه الموازنه التي اشار فيها الخبراء ان هذه الموازنه هي مؤشر الى انهيار وشيك في الاقتصاد السوداني، وهذا طبعا تقدير خطير جدا. وحتى يعني يمكن اذا استمعنا للحديث الذي ادلى به وزير الماليه الاسبق الدكتور ابراهيم البدوي بان هذه الميزانيه تمثل ماساه وكارثه على الشعب السوداني، او هذه الموازنه بالشكل الذي خرج، وتحدث بشكل ايجابي وقال بان هذه الموازنة هي الموازنة النوعية التي يشهدها السودان. هذا ما تحدث به وزير المالية الدكتور إبراهيم جبريل إبراهيم. نعم. أنا أتحدث عن تصريح وزير المالية الأسبق الدكتور. نعم. البدوي الذي قال بأنها مأساة وكارثة على الاقتصاد السوداني، وحتى هذه الزيادة المتسارعة بشكل غريب في أسعار العملات الأجنبية والدولار بشكل خاص، يعني هي نتيجة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد وعلى كافة مناحي الحياة للشعب السوداني، وده كله يعني بما ذكر بأنه نتيجة للانقلاب الذي حدث. هذه الزيادة طبعا تأثيراتها هتكون زي ما ذكروا كارثية قلنا، وفي التقرير تحدث المواطنين عن التأثير المباشر عليهم. يعني الناس تحدثوا، حتى أحد المشاركين في الاستطلاع تحدث وقال أليس هنالك رحمة في قلوبهم؟ إلى هذه الدرجة يعني وصل أنه يتحدث عن عدم وجود رحمة في هذه الميزانية وهذه الزيادة دون مراعاة لتأثيرها على صحة الناس. كما ذكر أيضا أحد المشاركين في الاستطلاع بأن الكهرباء هي الدينامو المحرك والماكينة الدافع على الاقتصاد عندما تستهدف هذا الجانب. ويمكن كلنا شاهدنا ما حدث في الولاية الشمالية من إغلاق للطريق نسبة لزيادة تهديد ب يعني السودان في المقام الأول هي دولة زراعية
تقوم يعني يمكن هذا نشاط يمكن إذا لا أخشى المبالغة أنك نشاط أكثر من 80% من المواطنين السودانيين يعتمدون على الزراعة، والسودان دولة زراعية ويذكر بأنها سلة غذاء العالم، هذا تحتاج إلى مولدات كهربائية وتحتاج إلى لا، ولكن هذه الزيادة ستؤثر على الزراعة بشكل كبير جدا. الموازنة نفسها في 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 فيها تتحدث عن اعتمادها على الموارد الذاتية. ما هي الموارد الذاتية التي ستعتمد عليها هذه الموازنة؟ في المقام الأول هي ستعتمد على 60% من على الضرائب. زيادة الضرائب تعني يعني هذا إرهاق للاقتصاد السوداني، سينعكس ذلك مباشرة على المواطنين في زيادة الأسعار. يعني حتى نحن شاهدنا بدأ التجار بشكل مباشر الآن في 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 زيادة قيمة المنتجات الغذائية من دقيق وسكر وزيت، المحتويات اليومية للمواطنين، وهذا يعني وبعض التطبيق وبعض أن تنعكس هذه الزيادات في 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 الكهرباء وفي الضرائب، سنشهد يعني زيادات كبيرة جدا وستنفجر أوضاع بشكل أكبر مما نشاهده الآن. يعني كان هذه من بسبب الانقلاب عدا صعود، واقول انه كل هذا بسبب الانقلاب. يعني كلنا شاهدنا الولايه الشماليه تحديدا، انا ابن الولايه الشماليه ومن المتاثرين الاساسيين من هذه القرارات. الولايه الشماليه شاهدنا يمكن على شاشات قناه السودان الان 24 تلك المولدات الكبيره والضخمه التي تحركت باتجاه الولايه الشماليه لانتاج الطاقه الكهربائيه الطاقه الشمسيه، وهذا سيوفر يمكن يعني كثير من التكاليف سواء كان في الصناعه او الانتاج او الزراعه او كل هذه الامور توقفت. هذه كلها كان بدعم من المجتمع الدولي، الان المجتمع الدولي يعني يمكن احجم عن 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 عن, عن دعم الاقتصاد. ذكر أمريكا يمكن الوفد الأمريكي الزائر في الأيام السابقة قبل مغادرته السودان ذكر بشكل واضح وصريح بأنهم سيتوقفون عن أي دعم كان وعدوا أن يتم تقديمه للموازنة لهذا العام، هناك وعودات بذلك الشكل وكان أوشك أن يقدمه، ولكن الانقلاب قطع الطريق على كل هذه الأشياء. بالتالي نحن نحتاج لأنه يعني حتى إذا ما سألني أحد يعني كيف يمكن أن نرفع كاهل هذه الزيادات والتعريف الكهربائي عن كاهل المواطن، هذه المسائل الاقتصاد هو يعني المولود الشرعي للسياسة. يعني إذا لم تكن هنالك سياسة حقيقية تراعي وتسدد وتقارب وتنتج، فكيف لنا أن نصلح الاقتصاد؟ هنالك انسداد كامل في الأفق السياسي، هناك توقف كامل في كافة الأنشطة. كل يوم نحن هنالك في مليونيات بتطلع في الشوارع من أجل استعادة الحكم الديمقراطي والمدني في السودان، والإنسان يعني يبحث عن الحرية قبل الخبز يعني. فبالتالي يجب أن تعود في البداية الأمور إلى نصابها حتى نتحدث عن إصلاح اقتصادي. هذا الذي يحدث الآن إنما هو يمكن أن ندري انعكاس المشهد السياسي، نعم هو تخريب للاقتصاد الوطني. يعني الدكتور جبريل عندما يتحدث بعض الأرقام خرجت هنا وهناك، ولكن كل حديثه الذي يعني تحدث به عن هذه الميزانية وما أجازوه هو عبارة عن حديث إنشائي عن الموازنة، هي ما تزال موازنة، نعم، والحديث عنها إنشائي بشكل كبير. يعني نحن نريد أرقام حقيقية يعتمد عليها، وما هي البدائل التي عندما تتحدث عن الموارد الذاتية أنت إنما تريد أن تضع كل كاهل هذه الأمور على المواطن السوداني. عندما تتحدث عن أنك ستسدد تكاليف الكهرباء من جيب المواطن، تحدث عن أنه ما يفوق 31% من تكلفة الكهرباء سيتم دعمها من المبيعات، دعمها من المبيعات يعني زيادة أسعار الكهرباء، وحتى التخبط الذي حدث. يعني هذه الزيادة تحدث عنها وزير المالية. هل من مصادر مثلا أخرى بالإمكان أن يبحث من خلالها السودان في رفع إنتاجية الكهرباء مثلا غير المحطة الكهربائية؟ نعم، هي مقارنة بالتوليد الذي يتم على الوقود، هو التوليد المائي هو يعتبر يعني اقتصادي نوعا ما، ولكن نحن يعني لدينا محدودية. عدة محطات لم ربما يجرى لها صيانة منذ سنوات. نعم يعني. وحتى قضية نحن شاهدنا كثيرا في قضية سد النهضة وكيف أثر على خزان الفصيرص وكيف تأثرت الخزانات وكيف أن هذا الأمر سيؤثر على الإنتاج الكهربائي. أنت لا يجب أن ترهن يعني مصير بلدك في أي منتج خدمي كبير مثل هذا الأمر إلى 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 عوامل خارجية بأي شكل من الأشكال. يعني نحن لدينا نيل كبير كان يمكن يعني نستثمره، ليس في عهد هذه الحكومة ولا قبلها ولا قبلها، ولكن منذ فجر الاستقلال هنالك بعض مناحي فشل نحن نتحملها جميعا. أنا لا أريد أن أحمل جهة معينة الآن هذه الجزئية، ولكن كان هناك انفتاح على المجتمع الدولي، كانت هناك شركات ضخمة جدا
قادمة للسودان للاستثمار في هذا المجال وفي مجالات أخرى. كل الناس أحجمت عن هذا الأمر. الآن عندما نتحدث عن هذه الزيادات، تمت زيادة تعرفة الكهرباء، حصل إغلاق للطرق في شمال السودان، قطع الطريق على المنتجات التي تأتي من مصر وما إلى ذلك. وللأسف يعني السودان بكل هذه المساحات وكل هذه القدرات يعني نعتمد اعتماد كبير على أنه نستورد أكثر مما أنه نحن بنصدر. ومن دولة جارة زي مصر، أنا بفتكر أنه أراضي السودان أكثر سعة وأكثر خصوبة من الجارة الشقيقة مصر. بالتالي تم قطع الطريق، جلسوا تكونت لجنة في المجلس السيادة وقالوا تم تجميد زيادة الكهرباء ولم يقولوا إلغاء حتى يعني جميل. وهذا كله نتيجة للضغط الذي حدث. وللأسف الشديد نفاجأ تخرج موازنة فيها إقرار لهذه الزيادة وفرضها، وهذا كله يدل على مدى التوهان الذي تعيشه يعني هذه الحكومة الإنقلابية. توهان في مجال الاقتصاد، توهان في العلاقات الخارجية، وفد يذهب إلى إسرائيل، وفد يذهب إلى أين، وفد يذهب إلى أين، كل هذا التوهان. وحتى حالة التوهان السياسي، فهذه الحكومة يعني تعيش للأسف الشديد في حالة توهان نتيجة لما ارتكبوه من 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 جريمة كبيرة في نظر المجتمع الدولي الانقلاب الذي حدث. بالتالي يعني لحل هذا الإشكال يجب أولا أن نعيد قطار الحكومة الديمقراطية لمسارها الصحيح حتى تعود باقي الأمور إلى الطريق الذي نشده جميعا. نعم. أعود إليك الأستاذ محمد الأمين أبو زيد، إن كان هناك من حديث حول المصادر أخرى بالإمكان للسودان أن يستثمرها في إنتاج الطاقة. قبل أيام قرأنا أيضا أو يوم أمس أن المملكة العربية السعودية وقعت اتفاقا مع دولة العراق، الكويت أيضا وقعت اتفاقا مع دولة العراق في بيع الكهرباء وفي أيضا توليد الطاقة الكهربائية. بالنسبة للسودان من ناحية الجغرافية ومن ناحية الإمكانات المتاحة، ما هي المصادر التي بالإمكان أن تساعد المواطن في تجاوز هذه الأزمة؟ بالإشارة إلى ما تفضلت به يعني فيما يتعلق بإشارتك إلى العراق وإمكانية دعمها بالكهرباء من السعودية ومن الكويت، هذا يؤشر نقطة أساسية ذكرها الزميل الرشيد متعلقة بأن القرار السياسي يعني هو المدخل الأساسي المتعلق والمرتبط بالقرار الاقتصادي، وبالتالي هنالك ارتباط وثيق جدا بما هو سياسي واقتصادي في أي دولة من الدول. ولذلك هذا الخبر أنا في تقديري هو نتاج طبيعي لحالة عدم الاستقرار السياسي التي يعانيها العراق منذ 2003، وبالتالي قيس على ذلك تدهور الخدمات بما فيها قطاع الكهرباء الذي كان في فترة من الفترات قطاع مهم جدا وقطاع ما كانت فيه مشاكل في العراق، لكن نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي في البلد الناس وصلت لهذه النتيجة. بنفس المستوى في السودان، حالة عدم الاستقرار السياسي أيضا هي مؤشر كبير جدا لتراجع كثير جدا من المشروعات. البنك الدولي يعني في ظل حكومة الدكتور عبد الله حمدوك كان مقرر 17 مشروع من ضمنها مشروعات متعلقة بإنتاج الكهرباء والطاقات البديلة، هذه المشروعات توقفت الآن تماما وتوقف العمل فيها تماما، وحتى إمكانية توفير موازنة لها في ظل الظروف الحالية غير موجودة. بالتالي العامل السياسي هو عامل مهم جدا في مسألة تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد. ما يتعلق بالبدائل للكهرباء في السودان، هنالك بدائل كثيرة جدا، يعني طاقة الشمسية بديل أفتكر وهي متوفرة في السودان، وهنالك إمكانات كبيرة جدا لتحويل كثير جدا من المحطات التي تعمل بالفيرنس وتعمل بالمواد المكلفة إلى طاقة شمسية. بالمناسبة يعني بالنسبة للطاقة الشمسية خاصة في السودان وللموقع الاستراتيجي بالنسبة للسودان الذي يتوسط يعني خط الاستواء، يعني نسبة أو الكثافة الشمس المسلطة على هذه المنطقة تعطيها فرصة لأن تنتج أكثر. نعم، ونحن من البلاد الاستوائية الحارة التي تتمتع بسطوع الشمس معظم فترات السنة، يعني ما عندنا مشكلة في هذا الجانب. أيضا طاقة الرياح هي طاقة أيضا يمكن أن تكون بديلة لكثير جدا في المشروعات، بالذات المشروعات الصغيرة التي يمكن أن تساعد المواطن على إنتاج طاقة كهربائية بديلة غير مضرة بالبيئة، تكلفة قليلة، تساعد أيضا في تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي يصبح المدخول الأساسي مريح ومفيد ومربح بالنسبة لي المواطن. ما يتعلق بالموازنة المطروحة الآن يعني قبل أن نأتي إلى الموازنة أيضا، يعني وأنا أستذكر معك الموقع الاستراتيجي بالنسبة للسودان والموارد المتاحة، أيضا عندك أنت أيضا
الطاقة التي تولد من البحار. نعم يعني نعم تمتلك الخرطوم السودان مساحة شاسعة على البحر الأحمر يعني. أي نعم. بالتالي كل هذا ماذا يحتاج إلى أي قرار تحتاج هذه المنظومات الكهربائية اللي تعمل؟ يعني حقيقة تحتاج إلى خطة مبنية على موازنات مرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، وهذا صحيح. مفقود للأسف الشديد، يعني هذا مفقود. يعني عندنا مصانع كثيرة جدا للسكر في السودان تنتج طاقة كهربائية من خلال عملية عصر السكر نفسه، يعني في كنانة، في عسلايا، في جنيت، في غيره. هذا هذه ميزة إضافية أيضا. هذه ميزة إضافية أيضا، ما تفضلت به أنت ميزة إضافية. هنالك أيضا استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء، أيضا الغاز أقل تكلفة من كافة الوسائل التي تستخدم في إنتاج الكهرباء. فبالتالي البدائل يعني مطروحة وبشكل كبير جدا إذا ما توسع السودان فيها، حتى الإنتاج المائي نفسه يعني يمكن تطويره ورفع طاقة الإنتاجات الإنتاج في الخزانات السودانية، سواء كان خزان مروي أو خزان السنار أو خزان الروسيرس، يعني يمكن رفع طاقة الإنتاجية بالقدر الذي يكفي احتياجات البلد بشكل كبير جدا في هذا الجانب. لكن للأسف الشديد في فترة من الفترات الحكومة السابقة كانت بتفكر في إنها كيف تستورد كهرباء من مصر وكيف تستورد كهرباء من أثيوبيا، وزي ما ذكر أخ رشيد يعني أنت في هذا القطاع الخدمي المهم جدا والعامل الأساسي اللي بيعتمد عليه والإنتاج في السودان تعتمد عليه من جهات خارجية يمكن أن تتأثر بالظروف السياسية والظروف الأمنية المحيطة وعلاقات الجوار. أنت بحاجة إلى عملة صعبة أيضا، وأيضا أنت بحاجة إلى عملة صعبة كما ذكر. فبالتالي البدائل موجودة، كيف يتوفر مناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد الذي يمكن أن يساعد على استغلال هذه الموارد كلها وتعبئتها وحشدها في إطار تنمية مستدامة في البلد بشكل عام. عشان كده التحديات كبيرة جدا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في ظل الظرف السياسي المعقد. وإذا جاز لنا الحديث عن الموازنة أفتكر أنك مؤجلة أنت لمحور آخر، لكن هناك تحديات كبيرة جدا تواجه موازنة هذا العام بالنسبة للسودان سنتحدث عنها. نعم. في حينها نعم أعود أنا إلى ضيف العزيز أيضا الأستاذ رشيد. أستاذ رشيد، نحن تحدثنا عن خيارات كثيرة، وهذه الخيارات كما ذكر ضيفنا العزيز هنا الأستاذ محمد الأمين أبو زيد قال هي بحاجة إلى قرار سياسي، لأنه في الأخير المجال أو الوضع الاقتصادي هو انعكاس طبيعي للاستقرار السياسي. إن وجد استقرارا سياسيا وجدت تنمية اقتصادية وعجلة التنمية تتحرك وتمشي والناس كلها تعيش حياتها، والعكس صحيح. كيف يمكن أن نوجد هذا القرار السياسي الذي يلم هذا الشعث الموجود ويخرج السودان من هذه الأزمة؟ نعم، يمكن قبل أن أجيب على هذه الجزئية ذكرني حديث الأستاذ محمد اللمين أبو زيد عن الخيارات والبدائل، عن ذكره عن الطاقة الشمسية وما إلى ذلك. ونحن دائما يعني عندنا أغاني كثيرة، ومن ضمن الأغاني الوطنية الشهيرة أغنية بتتحدث في جزئية منها عن أنه نحن بنعشق شمسها الحراقة وعشقنا لهذا الشمس، يعني هذه الشموس، يعني نتمنى أنه تعود على السودان بالخير والرفاه، يعني كما النيل وكما الزراعة وما إلى غيرها. فربنا يعني خلق كل هذه الطاقات ووفرها للسودان ولكل العالم يعني في كل بيئة لأجل أن يستفيد منها أهلها. يعني نحن في السودان لسنا دولة صناعية ولسنا دولة بترولية، ولكن ربنا حبانا بموارد طبيعية من ضمنها الشمس، فقط بحاجة إلى إدارة. نعم، إدارة. عندما أتحدث عن الشمس أستاذ رشيد، وأنا سأعود إليك أيضا، يعني من أكثر الدول التي فيها يعني أو يعني تكون فيها الشمس معرضة لهذه المناطق، من أكثر دول العالم. صحيح. هناك دول في العالم مثلا يكون فيها النهار 5 ساعات إلى 6 ساعات إلى 7 ساعات، بعضها إلى 3 ساعات إلى 4 ساعات، وحتى الكهرباء حتى الشمس إن أشرقت عليها أشرقت بزاوية معينة وكثافة معينة، بالتالي لا تؤتي الجدول التي هي موجودة. بالنسبة للسودان تصل إلى 12 ساعة إلى 15 ساعة ومسلطة تسليط كامل 100%. نعم، عودة إلى السؤال الذي طرحته بأن ماذا نحتاج، يعني نحن وكما يمكن قد تكون يعني ورد في بعض تلافيف حديثكم بأنه نحن محتاجين إلى إرادة سياسية ووطنية حقيقية والروح تستشعر معاناة المواطنين. يعني للأسف الشديد حتى العمل السياسي في السودان
أو في عالمنا العربي يعتمد على الصراع الأيديولوجي والمعسكرات الشرقية والغربية والمعسكرات الوطنية تجاذبات، ولكن نحن نحتاج إلى أنه ننظر إلى العمل السياسي حتى بمنظور مختلف، بأنه يعني عظم وهيكل عظم هذه السياسة يجب أن يكون في رعاية المواطن وتقديم خدمات تقيه يعني وتحفظ كرامته، وأن يكون التركيز على تقديم خدمات بمستوى يرفع السودان إلى مصاف الدول المتقدمة. يعني من المعيب جدا، وأنا سوداني وأتحدث بهذا الألم، بأنه نحن السودانيون يعني دائما يعني نحن نلنا استقلالنا في العام 1956 ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن، وكل يوم ونحن في حالة بتاع التراجع، وكل ما يعني خطونا خطوة إلى الأمام يحدث ما رأينا. تراجعتم بمثل هذا؟ نعم بمثلها سياسيا. نعم أنا أتحدث سياسيا، يعني الحمد لله المجتمع السوداني ما زال يعني يحافظ على 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 عاداته وتقاليده وتراثه وأدبه الإسلامي والعربي والأفريقي وما إلى ذلك، ولكن من ناحية سياسية ومن ناحية تطور اقتصادي وتكنولوجي نحن ما زلنا بعيدين بعد يعني بسنين ضوئية عن العالم. يعني كلما يعني نفتح طريق للانطلاق تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة اقتصادية وسياسية وما إلى ذلك، للأسف الشديد وهذه الآفة التي أصابت أفريقيا يعني بشكل أكبر، الانقلابات العسكرية. يعني شاهدنا الأيام الفاتت الانقلاب العسكري التي ساحة العاج أيضاً الكاميرون، ويعني هذه ردة كبيرة جدا على المستوى السياسي في عالمنا الأفريقي وفي السودان تحديدا. إذا لم يعني نحن يجب أن نتوافق نحن السودانيين نضع قانون أو دستور يحرم هذه الانقلابات العسكرية، تحريم الخمر، لن نخطو خطوة إلى الأمام. للأسف الشديد حققنا ديمقراطية في 64 انقلب عليها العسكر، حققنا ديمقراطية في 86 انقلب عليها العسكر، حققنا ثورة تحدث عنها كل العالم، وحققنا يعني خطوات كبيرة جدا في ناحية الانتقال لسياسة منفتحة على العالم، في سياسة تحقق رفاه اقتصادي، في انفتاح على العالم كله. حصل انقلاب وسد علينا الطريق مرة أخرى، وهذا الانقلاب يعني للأسف الشديد وليس العسكر وحدهم الملومون، يعني تلام جهات سياسية. يعني كل الانقلابات التي أو جلها الذي يحصل في السودان هي بدعم من أحزاب سياسية طب الآن أمام هذا المشهد يعني فبالتالي ما أريد أن أختصر به هذا القول، أنه هناك توفر إرادة سياسية ووطنية حقيقية لنعبر من مربع التخلف الذي نعيشه من ناحية اقتصادية وسياسية إلى مربع منفتح على العالم الجديد. لنعبر إذن. نعم. شعار عبد الله حمدوك الذي عبر وبقي السودان ثابتاً السيد محمد. نعم. كيف يعني تجد أو تقرأ هذا العبور الذي يفترض أن يتم، لكن في الأخير كلها عبارات منمقة وتصريحات إعلامية وبيانات إعلامية، لكن في الواقع عبر الناس الشط وبقى السودان في الوضع الراهن الذي يعيشه الآن في هذه الأزمة السياسية. نعم، حقيقة لكي نعبر ضمن ظروف معقدة مثل هذه سياسيا وأمنيا واقتصاديا، حقيقة نحتاج يعني أنا ماذا أسميها بالمعجزة، لكن حقيقة نحتاج إلى جهد كبير جدا، وهذا الجهد يجب أن يبذل من كافة السودانيين بمختلف انتماءاتهم بمختلف قطاعاتهم بمختلف توجهاتهم، لأنه حقيقة البلد الآن يعني على حافة يعني انهيار العظم. يعني إذا أردنا أن نبني هيكل دولة لا بد أن نبني هذا الهيكل للدولة التي يجب أن نعيش فيها، وحتى أن نختلف حولها وحول سياساتها لا بد أن نبني هذا الهيكل ابتداء. وإذا أردت أن تبني بيتا أو عمارة لا بد أن تؤسس لجذور متينة لكي لا ينهار هذا البناء، ولا تضطر لأنك تبني على رمال متحركة في أي لحظة من اللحظات يمكن أن ينهار بناءك. هذه الجذور التي ينبغي أن يبنى عليها الانتقال الديمقراطي المدني في السودان للأسف الشديد الآن قطعت ب 25/10، لكن لا زالت إرادة الشعب السوداني تؤكد أنها ماضية في هذا الاتجاه، وهذا الاتجاه لا يتم إلا بتوافق حول مشروع وطني جامع على الأقل يجمد الصراعات السياسية والصراعات الفكرية في المرحلة الحالية، ويتجه اتجاها كليا لبناء جذور أساسية للانتقال المدني الديمقراطي. هذه الجذور يتقدم بشكل أساسي دستور دائم يؤطر العلاقة بين الحاكم والمحكوم،
ويؤسس لعلاقة سياسية رشيدة بين الدولة والمجتمع. هذه الجذور تعتمد اعتماد كلي على إقرار مشروع متكامل لتنمية مستدامة في البلد يتفق عليها الجميع. هذه الجذور تعتمد اعتماد كلي على إقرار نظام حكم يتفق عليه الجميع، وهو ما واحدة من الأهداف الأساسية التي كان تطلع بها الفترة الانتقالية، ما سمي بالمؤتمر الدستوري الذي يؤسس لهذه الاتفاقات ككل. فمحتاجين أيضا أن نتحدث في فترات الانتقال عن كتلة سياسية اجتماعية عريضة تضم أغلب السودانيين بالاتفاق حول هذا المشروع الوطني. حقيقة إذا لم نتوافق على هذه الرؤية بكافة أبعادها، يعني سيصبح السودان حقيقة في 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 مأزق كبير جدا. ومثل ما فقدنا جزءا عزيزا في 2010 جنوب السودان، يمكن بهذه الاتجاهات التي تمضي الآن إلى أن نفقد أجزاء أخرى عزيزة في هذا البلد، وبالتالي ينفرط عقد النسيج الاجتماعي الموحد، ينفرط عقد السودان المتنوع والمتعدد الذي يتطلع إلى بناء تجربة فريدة تصبح نموذج في أفريقيا وفي المنطقة العربية ككل. السودان مؤهل لذلك، بتاريخه مؤهل، بتنوع مؤهل، بقدرات شعبه مؤهل، بإمكاناته المستقبلية أيضا مؤهل، لكن كيف تتوحد الإرادة السياسية حول هذا المشروع الوطني المتوافق عليه بين الجميع؟ وأفتكر هذا هو تحدي الثورة الآن، تحدي التغيير الآن. نعم، هذا تحدي الثورة. لكن في إطار هذه المشاورات، إلى أين تقرأ يعني السودان يتجه إلى أين؟ حقيقة في ظل الوضع الماسل في تشتت كبير جدا حول هذا المشاورات حول هذا المشروع. نعم، يعني صحيح اليوم بالمناسبة هناك مواكب ترفض هذه الدعوات وهذه المشاورات. أي نعم، ترفض هذه المشاورات بناء على حقيقة يعني تكتيك سياسي، أنا أسميه تكتيك سياسي يعني هزيل وضعيف، مبني على تناقضين أساسيين. يعني الذين خرجوا اليوم يدعمون الحكومة الانقلابية التي بالنتيجة هي وافقت على هذه المشاورات، وافقت على هذه المبادرة التي تبناها الأمم المتحدة. نحن لسنا في جزيرة معزولة عن العالم، يجب أن نفهم هذا جيدا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل قضايا السودان عن المحيط الإغليبي والمحيط الدولي. فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني العالم نحن متأثرون بشكل أساسي بما يدور حول العالم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكف يدنا عن من يمدها لنا من كافة أطراف العالم ومنظماته الدولية في سبيل البحث عن مخرج لأزمة البلاد. صحيح، دي مسألة يجب أن تكون واضحة ومفهومة. يعني حتى من خرجوا اليوم هم في مرحلة سابقة كانوا هم من أتوا حتى بالبعثات دي نفسها، وتحت البند السابع وليس تحت البند السادس، فهذا تناقض كبير جدا. أنا أفتكر أن السودان الآن يعني محتاج أن بحكم أنه أصبح مركز استقطاب كبير جدا للمجتمع الإقليمي والدولي، وأصبح السودان كله محل اهتمام المجتمع الإقليمي والدولي، بالتالي يجب أن نوظف هذه لصالح شعب السودان ولصالح أهداف ثورة شعب السودان في المرحلة الحالية. طيب كيف يمكن إذن أستاذ رشيد سادي، كيف يمكن أن نوظف مثل هذا التنوع العام في السودان، سواء التنوع السياسي، التنوع الثقافي، في مصلحة الوئام السياسي في السودان؟ كيف يمكن أن نوظف هذا توظيفا سليما؟ يعني هو التنوع في أي دولة يعني له جانبين، يا يعني إما يكون هو جانب وحدة واتفاق وتنوع، التنوع مثل هذا التنوع إنه يدعم يعني البلد بشكل إنه يكون فيه تطور بكافة الجوانب، أو إنه يكون بيخلق إشكالات. يخلق إشكالات متين؟ لما تكون هناك عدم مساواة بين مكونات موجودة في المجتمع السوداني. يجب إنه نحن جميعا نعي بإنه هذا السودان هو سودان واحد، ولا يصلح إلا أن يكون سودانا واحدا بتنوعه الكبير، وهو يعني هو التعدد، ممكن نقول عليه تعدد وليس تنوع. يعني هو نحن إثنيا نحن ما بعيدين من بعض، كل السودانيين نحن خليط من أفارقة وعرب، نعتز بمكوناتنا السودانية وكلنا بننظر أننا سودانيين. هنالك كثير من الناس يعني يريدون أن يكسروا هذا
هذه الوحدة وأن يعني يؤثروا يعيشوا على التناقضات نعم يعني. وتمزيق هذا النسيج الاجتماعي الموجود في السودان. يعني الآن يمكن أنت في 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 الأخبار يعني قرأنا كلنا ما حدث في الولاية الشمالية. الآن يعني هنالك تحرك كبير صراحة استوقفتنا مسألة إنه في بعض المجموعات رفع في سقف المطالب إلى الحكم الذاتي. الحكم الذاتي في نفسه هو ليس ضار، لكن في ظل وجود اتفاق عام بين السودانيين، في وجود استقرار وحكومة تحقق هذا التماسك بين السودان، حكومة مركزية قوية، ولكن في ظل الهشاشة السياسية الموجودة في المركز الآن، المركز يساهم بشكل كبير فيما يحدث الآن. يعني السودان عندما يتعامل المركز، يعني مثلا الذي حدث من إغلاق للطريق في الولاية الشمالية تم بشكل سلمي كما رأينا، ويعني نحن يعني هذا من 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 يعني من المضحكات المبكيات. يعني هم المواطنين يتعاملوا مع المواقف السياسية والمطالب كلها بشكل سلمي، بعكس الحكومة في المركز التي تتعامل بالعنف والقتل والرصاص. هذا الذي حدث في الشمال للأسف الشديد يزيد الغبن. يعني أنت عندما تستخف بعقول المواطنين وتمارس عليهم ما يمكن أن نطلق عليه الاستهبال السياسي، عندما تحدثني بأنني والله لقد جمدت هذه الزيادات وفتحوا الطرق على هذا الأمر، ثم تعود هذه الزيادات وتقول أنك خفضتها وكأنك يعني تستخف بعقول هؤلاء الناس، هذا يعني سيعيد الأمور إلى نقطة البداية، سيتم إغلاق. والآن هناك حديث عن إغلاق كامل للولاية، ليس فقط طرق. جميل. فهذا الأمر ليس حدث في السودان، ليس حدث في الشمال فقط، ولكن في شرق السودان شاهدنا هناك كثير من المحللين السياسيين من يقول لك يعني عندما تكون الإدارة بيد يعني بيد المكون المدني يدرك ما هي أبعاد هذه القرارات، غير لما تكون القرارات يعني صادرة من أماكن معينة ومن مكاتب معينة، لا تدرس جدوى هذه القرارات، لا تنزل تستقصي آراء المواطنين قبل ذلك وبعد ذلك، وما هي الآثار التي يمكن أن تترتب عليها. نعم، لا يمكن. أنا ذكرت في المداخلة السابقة بأنه المشكلة ليست في مشكلة الآن مدني وعسكري، هنالك مدنيين بعقول عسكرية للأسف هم من يدعمون الانقلابات في السودان. القضية الآن هو نحن نبحث كما ذكرنا عن حكومة، هناك أيضا عسكريين نعم هنالك بعض العسكريين الذين سلموا السلطة لحكومات ديمقراطية، ولنا خير مثال في المشير سوار الذهب. لكن عندما تكون القوات العسكرية يعني مغذية بأيديولوجيات سياسية، هذه هي تبقى الإشكال هنا. ولكن يعني في ظل عدم يعني وجود حكومة راشدة وعاقلة تحقق الاستقرار في السودان، سنرى مثل هذه المطالب التي ستؤثر على وحدة السودان. السودان كنا نغني السودان الوطن الواحد، انقسمت ثلث السودان، تحدث أهل الشرق عن حكم ذاتي وحتى عن انفصال تحدثوا، الآن في الشمالية تحدثون عن حكم ذاتي. في الغرب أيضا هناك إقليم بات يعني نعم، وقد يتطور هذا المطلب إلى مطالبة بالانفصال، ولكن هذا مستحيل. يعني السودان هو دولة كبيرة متنوعة، وكل إقليم لديه يعني إنتاج معين من خدمات معينة، في تكامل في الاقتصاد السوداني بما ينتجه الشمال، بما ينتجه الشرق، بما ينتجه الوسط والجنوب والغرب وما إلى ذلك. فبالتالي يعني المطالبة بحكم ذاتي هو ليس جريمة، قد يكون مضمن في الدستور، ولكن الحكم الذاتي حتى لا يؤدي إلى مطالبات بالانفصال يكون بشكل في المستقبل عام يعني يجب أن يكون هناك مستفتى عليه شعبيا، اتفاق بين كافة السودانيين في ظل حكومة متفقين عليها كل السودانيين، وليس في ظل حكومات انقلابية. نعم أستاذ رشد، سأعود إليك إذن، أذهب إلى ضيف العزيز الأستاذ محمد الأمين أبو زيد، وأختم أيضا برسالة أخيرة منك. نتحدث عن هذا التنوع الذي ذكره أيضا الأستاذ رشيد السلتي، بأن هناك تنوع اقتصادي موجود، يوجد في دارفور ما لا يوجد في يعني في الشرق يعني، ويوجد في الشمال ما لا يوجد في الجنوب. لكن من الملاحظ ومن المشاهد أن المواطنين الآن، حتى لاحظنا قبل أسابيع مجموعة من المواطنين دخلوا إلى يعني منجم من المناجم وأطبق عليهم المنجم وتوفوا، وصارت الوفيات أكثر من 40 تقريبا، 40 حالة وفاة. كيف يمكن أن ننمي هذا الاقتصاد ونكامل هذا الاقتصاد مكامل يعني تكامل ينعكس إيجابا على المستوى السوداني، ولا نترك الحبل على الغرب لكل من لديه قوة أو لكل من لديه يعني طريقة خاصة يمكن أن يسعى إلى هذا البرنامج الاقتصادي؟
نعم، حقيقة يعني السودان بلد متنوع متعدد، متنوع في تكوينه الاجتماعي، متنوع في مناخاته، متنوع في بيئاته، متنوع في منتجاته، متنوع في كل شيء. السودان بلد ما قبل الانفصال كان فيها 597 قبيلة، لكل قبيلة يعني ثقافتها، ولكل قبيلة يعني ارتباطاتها. وبالتالي السودان بلد بلد التنوع الزاخر الذي يمكن إذا ما أدير إدارة صحيحة أن يشكل حقيقة ماردا كبيرا جدا على المستوى الأفريقي وعلى المستوى العربي وعلى المحيط الإقليمي بشكل عام. لكن كيف يمكن أن تترجم هذا التنوع في إطار شديد. اتفاق وطني دستوري يلم كل هذه المكونات؟ هذا ما هو مطلوب الآن. يعني الذهب كما تفضلت أنت كمورد أساسي، وأنا أفتكر إنه الذهب مثل البترول ينبغي أن يكون هو ثروة الدولة. نعم، ثروة سيادية تشرف عليها الدولة، تخطط لها الدولة، تستقطب الدولة لها رأس المال والاستثمار، وتسوق هذه السلعة، وتضمن يعني فرص كسب جيد لكل العاملين في هذا المجال. أن يصبح بهذه الصيغة التقليدية التي ذكرتها أنت في يعني يمود فيها المواطنين في مناجم تقليدية، يعني حقيقة هذا يؤشر بمعنى أنه السودان ما تسير إليه البلد. السودان لا تنقصه الخبرات ولا الكفاءات البشرية ولا الخيرات التي حبها الله عز وجل، حب الله عز وجل هذه الأرض في باطنها وعلى جوانبها. نعم، موجود كل شيء، ينقصها فقط التوافق السياسي. نعم، الذي ينعكس على المستوى الاقتصادي كما ذكر ايضا ضيفنا العزيز الاستاذ رشيد ساتي. شكرا جزيلا لكم. اشكر مشاهدي الكرام في نهايه هذه الحلقه ضيفي العزيزين هنا في الاستوديو الاستاذ محمد الامين ابو زيد المحلل السياسي. شكرا جزيلا لك استاذ. شكرا جزيلا. شكرا اليوم جزيلا. تحدثنا في التحليل السياسي ثم التحليل الاقتصادي. اي نعم، وكل منهما يعني يكمل بعضهم البعض. نعم، وشكرا ايضا لضيفي العزيز الاستاذ رشيد ساتي المحلل السياسي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أستاذ العزيز. شكرا جزيلا لكما، وشكرا موصول لكم مشاهدي الكرام حيثما كنتم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.